المجرات تنتشر في كافة أرجاء الكون، مليارات من المجرات التي يحتوي كل منها على الملايين وحتى المليارات من النجوم، وهي توجد بأشكال وأحجام مختلفة. وتستطيع التلسكوبات الحديثة اليوم رصد مجرات قديمة جدا ولدت بعد ولادة الكون بوقت قليل. الأشكال والأحجام: تكون بعض المجرات إهليلية الشكل أو شبه دائرية تقريبا تشبه كرة هائلة، ويكون بعضها لولبية حلزونية ولها أذرع منحنية طويلة. وهناك أيضا الكثير من المجرات الصغيرة تكون غير منتظمة وليس لها أي شكل محدد. وقد تحتوي المجرات الصغيرة على بضعة ملايين من النجوم، ولا يتعدى قطرها 3000 سنة ضوئية. أما المجرات العملاقة فتحتوي على المليارات الشموس ويصل قطرها إلى أكثر من 150,000 سنة ضوئية. أشكال المجرات: المجرة اللولبية: تتميز المجرة اللولبية المغزلية بأذرع منحنية طويلة. تحتوي هذه الأذرع على نجوم فتية وستم وردي اللون وغبار النجمي. المجرات اللولبية القضيبية: تتميز المجرات اللولبية القضيبية بأذرع ذليلة طويلة وقضيب مركزي، وتتشكل النجوم الأحدث عمرا عند أطراف هذه القضيب. المجرات الإهليلية: تكون هذه المجرات دائرية وتتكون من نجوم أقدم عمرا، ويوجد الكثير منها في حشود المجرات، ويعتقد أن معظمها تحتوي على ثقوب سوداء فائقة الكتلة. المجرة غير منتظمة: وهي المجرة الصغيرة غير محددة الشكل وتحتوي على أعداد كبيرة مثل النجوم الفتية والسدم الساطعة. المجرة الدوامية: وهي مجرة لولبية عملاقة واضحة المعالم، تبعد عنا 31 مليون سنة ضوئية، ويمكن رؤية مجرتها التابعة الصغيرة التي تدور في فلكها، ويعتقد بوجود ثقوب سوداء فائقة الكتلة في مركز معظم المجرات اللولبية. تصادم المجرات: على الرغم من مسافات هائلة التي تفصل بين معظم المجرات، فإنها تصطدم أحيانا ببعضها البعض. ويعتقد في الحقيقة بأن المجرات الإهليلية المعروفة جدا قد نشأت بفعل اصطداماتها مع مجرات أخرى، فأثناء التصادم تدفع سحب الغازات بين النجوم نحو بعضها، مما يؤدي إلى تحفيز ولادة نجوم جديدة. وأحد الأمثلة المعروفة على ذلك هو مجرات تال الهوائي. مجرتان نشأتان عن تصادم معروف جديد، وهم تبعدان 45 مليون سنة ضوئية عن الأرض، وتنوريهما انفجارات ناجمة عن تشكل النجوم إبان التصادم. حقائق عن المجرات: المجرات التابعة الساتلية: لمعظم المجرات الكبيرة مجرات تابعة أصغر منها تدور في فلكها، ولمجرة المرأة المسللة الكثير من المجرات التابعة تظهر منها اثنتان في الصورة. أما مجرة الدرب اللباني فلديها بضع عشرات من المجرات التابعة. حشد المجرات: تتجمع المجرات على حشود بسبب الجاذبية الهائلة فيما بينها، وهذا ما يؤدي أحيانا إلى تغيير شكلها وإمكانية تصادمها ببعضها البعض. الثقب الأسود: يوجد في مركز
معظم المجرات ثقوب سوداء فائقة الكتلة، وتكون قوة الجاذبية التي تولدها هذه الثقوب شديدة، لا يتمكن حتى الضوء من الإفلات منها، ولا يمكن رؤية سوى الغاز الساخن والغبار والنجوم الذي تنجذب نحوها.